ما فكرتيش تزوجي من مورا هذيك النعيمه؟ كيفاش؟ ما فكرتيش تزوجي؟ ما جات حتى شي راه ولا الزواج؟ انا عندي هذا، عندي سحر. قربينا منه مزيان باش نعرف واش كيفاش. قربينا زعما منه مزيان باش نعرف واش اعرض السحر. اعرض السحر ملي كنت مثلا نخدم ما كنطولش يومين ثلاث ايام ولا سيمانه كاع، يا قليله تجي القطرو كيعطيك حسابك يقول لك ما صلحش ليما. ما هربت جوعة وتكررت خدمة نفس المشكلة، عاود تكررت خدمة نفس المشكلة. ما كتبش لك التعيين. شكون قال لك انت راه سحر؟ هما أعراض ديال السحر هما هما هادو. ما كيكونش عندك الإقبال عند الناس. واخا واش كتشعر؟ راه بلاتي راه ما غاديش نسبو غير للسحر، داكشي علاش بغيت نقول لك، حيت نقدروا نسبوا حتى لحوايج اخرى عندهم علاقه بعلم النفس في الكتب سيكولوجيك، حتى هما كيكونوا بعض اللعيبات بحال هكا اللي هما اللي غادي نطرق لك اليوم في الاخر. دابا انت واش كطيحي وجابوا لك شي راقي واش كدا كيفاش القضيه؟ هما الرقاد، هما الرقاد دزت عندهم ما مره هذا جوج من كلمه نطيح الحمد لله ما كنطيحش. وانما تقولوا لي عندك العلم والسحر الربط. عندك السحر، سحر الربط يعني سحر القلب وسحر وشوية الجمال. غادي تعاوديهم تقوليهم لي بكلام واضح الله يحفظك باش الناس يسمعوا. سحر الربط سحر يعني القلب شوية الجمال، تشوية الجمال، شوية الجمال. تك 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 تعتقف وسحر تشوي الجمال تشوي القلب اللي ذكرته ذكرت تاي جوج. واخا جميل. نعيمة، كاين واحد القانون في علم النفس اللي كيتسمى قانون الجذب. دونك العقل ديالنا بحال المغناطيس، قانون الجذب. العقل ديالنا بحال المغناطيس، دونك حنا هذاك الشيء اللي كيدور لينا في راسنا هو اللي كنجذبوه. فاش كنقولوا ان دوك الناس ما كيحملوناش اوتوماتيكمون، واخا ما يعرفوناش حنا رقلناها بينا وبين راسنا، كيتنتقلوا ليهم واحد لي زوند، واحد الموجات عباره عن طاقه اللي حتى هما العقل الباطن ديالهم كيتقبلهم كيتكونفيرتاو باش انهم هما يكرهوك، حيت انت قلتي مع راسك هما ما كيحملونيش دونك غيوليو ما كيحملوكش ياك. دونك اول حاجه كنبغي نديروها هي كنحيدوا بالنا بعدا من السحر ولا من سميتو، باش من حيت انت الحمد لله من بين الحوايج اللي زوينين اللي قلتي لي انك كتصلي مادام قريبه من طريق الله، راه ما غاديش تقاسك حتى شي حاجه ديال الاول. ما كنكروش ان هذا الشيء ما كاينش مادام تذكر في القران الا وراه كاين، والله سبحانه وتعالى حط القران بادق التفاصيل وذكر فيه جميع الاشياء، يعني مادام تذكروا راه كاين. ولكن ما غنفيوش الجانب النفسي اللي هو اللي كيأثر في بزاف ديال الحالات ياك. انا بغيتك من أيوة. من هذه الحلقه اللي كنهضروا فيها نعيمه هنا للقدام، بغيتك دائما تمشي بتفكير ايجابي. كاملين عندنا واحد بوعو عندنا لداخل، شي داك بوعو ديما كيبغي يبين لينا الحياه خايبه، كيبغي يبين لينا ان الطريق اللي غاديين فيه خايبه، ان كل شيء ما كيحملناش، باش حنا دائما نبقاو كائبين ياك. متفق معك، نمشيو دائما ايجابيين يا نعيمه. الناس كاملين حنا عزاز عليهم، فيقي مع الصباح شوفي في المرايه وقولي انا احسن نعيمه كاينه في العالم ياك. ولكن قوليها من الداخل، من الداخل. تبغي تنعسي يلا نعيمه انا مشيت نعس، ولكن شتي غدا غيدوز نهار واعر، شتي في الاول ما غتشوفيش النتيجه وغيبان لك بحال كتقادي الحجره وبحال كديري داكشي ديال الدراري الصغار، ولكن في ايام قليله غيبان لك بان بصح الناس ولاو كيبغيوك، حيت انت امنتي بان الناس كيبغيوك. تفيقي في الصباح وقولي لي انا ماشي ترى كيموت على كل شيء، ترى عاد تشوفي يشوفك شي واحد راه تولي واعر، والله حتى تولي واعر. اكيد متفقه معك، ولكن انا اللي ضرني حاليا وهو علاش الخدمه كتاثر فيها. يقدر يكون مشكل نفسي عاوتاني. شوفي غنمشي للخدمه وغنتاثر وغنقول شتي انا ما متاثراش،
دابا نقدر نسولك سؤال جميل. نعيمة شو جميلة؟ أنا ما عرفتش منين جات جميل. نعيم دابا نعيمة فاش كتكوني غادا للخدمة كتحطي في بالك بأنك راه غتبداي الخدمة وتحبسيها ياك؟ إيوا. راه أنت راه تي جاوبتي راسك دابا. ولكن إلا قلت لك واحد الكلمة أنا ممكن نخدم 16 درجيرة وما نخدمش مع العيالات. أتقول لي عندي الجيل العاشق ما نعرف ما كيبغينيش أنني نحتك بالرجال. لا ممكن كنلقى الخير في الرجال وما كنلقاش في العيالات. إن كيدهن عظيم. برافو عليك. لا ما قالش إن كيدهن. الله سبحانه وتعالى قال إن كيدهن. برافو. أنا نريحك من هذه القضية دي ونقول لك شي حوايج كثار منك. إلا كنتي كتسناي في الحياة شي واحد اللي غادي يبغيك وغايبغي لك الخير لدرجة 100% ما كاينش انسيه. عرفتي شكون اللي يبغي لك الخير كثر من 100%؟ نفسك. هو انتي فعلا. ترى ما كاينش اللي غادي يفرح لك الدخول لشي خدمة بخير هي انتي. وديما نعلمك حاجة واحدة، نهار تفرحي الوحيد اللي غادي يفرح من الداخل هو انتي. اكيد فعلا نفسك اللي غيبغي لك الخير. وبغي راسك، راه راسك راك عزيزة عليه انتي. مرة عندي راسك وقولي توحشتك على راسك، فهمتي؟ سيري للقهوة وخذي جوج العواصر، واحد لك والواحد لراسك. صافي يعني انسان شربي ديالك تسالي قول لها جا راسي دابا راه حقك دابا غنشرب وانا حيت انت عزيز عليا. كي جاتك الخرجة اليوم مع راسك؟ كي جاتك الخرجة اليوم؟ شوف ندوزنا ويكاند واعر، الخدمة تجي ولا ما تجيش، المهم شوف حنا غنخدموا واحد النهار وهادشي كامل غادي يمشي. هذوك الناس اللي في الدار ما كيحملونيش خليهم، المهم انا كنموت عليهم. والله حتى غيوليو يبغيوك. دابا المشكل انا اللي كنعاني منه وهو دابا يا خويا ملي ما لقاوش منين يشدوني الام ولا فطاطي ولا كيعمروها بزاف. ولا باينه كيعمروها. دابا انت الا خدمتي جميله ناري ما عرفت مالا جميله دي غتسطيني في هاد الحلقه. ماشي مشكل دابا نعيمه الا خدمتي ما غتبقايش راده البال لهاد الشيء كامل اللي كتقولي. داكشي اللي بغيت شتي ملي غتخدمي غتولي باغا عسبتو الحد عباش تخرجي ديري شي قهوه مع راسك. شتي تجلسي قدام البحر تشوفي دوك الموج كيضربوا وكل موجه كدوز كتحيد معاها واحد العام ديال تمار. أكيد. ولا كنتي كتقلبي يا نعيمة على الراحة 100% راه ما كايناش انسي. هي الراحة الدنيا ما كايناش. عرفتي شنو الفرق بين واحد كيضحك وواحد ما كيضحكش؟ نعم. بجوجهم مقصحين على واحد قدر يضحك وواحد لا. واحد فهم القالب ديال الحياة وواحد مازال ما فهموش. حيت لأن الحياة في قافية. خصوصا هاد الوقت. ونعيمة وراء الجميلية ديال الحياة في القصوحية ديالها. واش حنا بغينا الحياة زوينة؟ راه ما ندير والو في هاد الحياة، غنمشيو نموتو صافي. ما نكذبش عليكم انا ما كنعرفش القصح مع الحياة. لا راه خصك تكوني لينة القصح حيت تجيبها في راسك. ما كنعرفش انا لينة. المسطرة الرقيقة اللي كنبقاو نطويو فيها. خصك تكوني بحال هكاك. لا شريتي ديك المسطره القاصحه كتلويها كتقرد. ما كنعرفش نعطيك الابسط المثال ملي كيكون جي بيها عمر كنتهلق الام ديالك. ما كيبانش هذاك الشيء اللي كديري وكيبان هذاك الشيء اللي كديرو خوتك. ما نتوا كنما خليتي نديها ما خليتي نسافر بها ولكن نفوا تقضي بيا مصلحتها ترميني. فهمت فهمتي. شوف دابا انا نسولك سؤال. نعم. عزيزة عليك امك ولا ما عزيزاش؟ بيان سور امي عندك هي 9 شهور ربطت عليا تمارا. دابا الاحساس اللي عندك تجاه امك تجاه من؟ تجاه الوالدة ديالك اش كتحاكش؟ كتبغيها ولا ما كتبغيهاش؟ مي بيان سور كنبغيها. اوكي دونك انت جميلة فاش غادا تمشي تساري امك ولا غادا تدوريها ولا غادا تشري لها شي لعيبه ولا غادا تهلاي فيها؟ سالات حتى تهلايت فيها ما نتسناش هذيك لا رياكسيون ديال امي انها غتبقى عاقله على داكشي.
صافي يكفي انني فهمت ان امي هكاك دايره. وكبا هو معايا انا هكاك دايره، ما عمر ما تبدل. واش امي ولدتني وهي عندها فوق من 20 عام، وشوف بشحال بشو انا عندي 40 عام يا 60 عام، ما عرفتش امي شحال عندها دابا، نجي انا حتى ل 70 ونبغي نقاد امي ونربيها؟ لا لا ما تقدش. دونك انا ملي ما نقدرش نقادها اشنو غادي ندير؟ غنتعدى نقطع معاها كما هي، راه واخا تمشي عندها واخا تقول لي امي كندير لك ما عرفتش اشنو باش نرضيك، وفي الاخر راه والو بحالك تكبي الماء في الرمله. دونك في عوض ما نضيعوا الوقت، شوفي في عوض ما نضيعوا الوقت ونمشيو ونبداو نقادو في الاخر. انت شحال قدك تقادي خوك ولا تقادي اختك ولا تقادي امك ولا تقادي راجلك اللي دار هذاك المشكل، ولا تقادي دوك الناس اللي معاك في الخدمه اللي ما كتحملوش معاك والخدمه اللي... واش تبقاي تقادي لنا في الكره الارضيه؟ لا ابدا، راه صعيبه، راه صعيبه. دونك شنو غادي ندير انا؟ اهم خطوه غادي دير من هنا لقدام هي تقادي راسك. فعاد ما نقول امي خاصها تبدل وتولي تفهم هذاك الشيء اللي كندير وتراري بيا، خاصني نفهم انا ناعمه بانني انا غندير هذاك لو جيست لامي حيت هي عزيزه عليا وسالات حد هنا. لا رياكسيون ديال امي تعايرني من موراها ولا هذه، المهم انا هذاك الشيء اللي بغيت الرغبه ديالي هو انني نلبي هذاك الطلب لامي، ماشي الرغبه ديالي هو ان امي تشكرني على الطلب اللي لبيته لها. نبدل المعادله. بابا تحلين تقيد تحت الطنف، ما بقيتش كنقدر ندير واحد الحاجة اللي تقول فيها ديك الأم الله يرضي عليك، ما بقيتش قدر صافي عييت. كتقولي نديرها وما غلقتها حتى ردت فعل. كيفاش؟ كتقولي غنديرها وما غلقتها ردت فعل. فوالا صافي عييت. دونك بلا ما نديرها، اللهم ما نديرها. صافي بلاش وناعمة وماشي بوحدك اللي كدوزي من هادشي. ورا الكره الارضيه كامله كدوز من نفس هذاك الشيء اللي كدوزي منه. متفق معك، ولكن ملي كتجيك فقط اليك كتضرب الجمر. فهمتك، ولكن انت راه ما عندكش حل اخر دابا، راه هذا الشيء اللي كتقولي راه يطرى لي انا، طرى لواحد اخر، كيطرى للناس دابا اللي كيتفرجوا فينا، كيطرى لكل شيء. راه شحال من واحد دابا غيكون كيشوف هذا لا فيديو هذا وغيقول والله الا هاد النعيمه بحالي انا، فهمتي؟ ولكن انا ضارب الدنيا بركله ما مسوقش. راه قد ما شوفي قد ما حكرتي على الامور النعيمه قد ما غتجيبيها في راسك. تجينا ربنا الله يطلع الله 40 عام يلا كي يلا كان بون ديمارا. شوفي اليوم نساو 40 عام ديال التماره وديال القحط، دابا غتبغي تنعسي تغطي مزيان وتقول نعيمه اليوم احسن نعسه غدوزي وغدا غنفيقو بيس. شتي غدا غتنوضي تعنقي راسك ولو صباح الخير تكتير النعيمه بخير لاباس، هضري مع راسك تخليهم يقولوا مسطيه وتي يا رب صحوري. وفهمتي شتي اللي كيقول لك واحد المثل المغربي، اللي لقى راحته في الهبال ما عنده ما يدير بالعقل. معقوله تي خلي ليهم العقل، خذي تي الهبال.